ثانوية تقنية مهملة منذ سنة 2020، حيث أن القطاع استفاد من ثانوية تعويضية بجانب المؤسسة، وبقي هذه المنشأة ألغيت تصنيفها كمنشأة تربوية باعتبار أن كان فيه خطر تاع الأميونت اللي هو المادة مسرطنة. حسب المعاينة الأولية أنه فيه جزء كبير يضم تجهيزات جديدة خاصة بقطاع التكوين المهني بالأساس، واللي كانت من صميم مهام الثانوية التقنية، يعني كان دخلها في التعليم التقني. كإجراء أولي قمنا بإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع التربية والتكوين المهني مملكة الدولة، جرد أولا العتاد المتواجد، ثانيا اقتراح تحويله إلى قطاع التكوين المهني، ثالثا إخلاء القاعة باعتبار أنها قاعة لا تحتوي على مادة الأميونت ويمكن استرجاعها. سجلنا على عاتق ميزانية الولاية كقرار مبدئي نهار اليوم اعتماد مالي قدره 5 ملايين سنتيم، وكلفنا السيد مدير تعمير والبناء بإعداد بطاقة تقنية وتصور لإعادة تهيئة هذه القاعة لتحول إلى قاعة متعددة الرياضات ومجموعة فضاءات لعب خاصة بالأساس، ممكن الكرة الحديدية، تنس، ملعب جواري وما إلى ذلك، لتمكين سكان هذا الحي من ممارسة الرياضة وللتوزيع العادل للهياكل الرياضية اللي تشملها كافة أحياء مدينة صعيدة.